حطي الحلب على النار ووفري فلوس كتير وحلي أكبر مشكلة بتواجهك. بجد الفيديو بتاعنا مليان أفكار، إن شاء الله هتعجبك وهتخرجي مستفادة. الفيديو بتاعنا مليان أفكار وحيل لأول مرة هتشوفيها. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول، وأتمنى بقى تحطوا لايك لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. وأول فكرة معايا، هاتي الحلبة وحطيها على النار، حوالي معلقتين كبار من الحلبة، حطيها على النار كده لغاية ما تاخد لون وتتحمص معانا. وبعد كده هتجيبيها وتحطيها في المطحنة بتاعتك. هتاخديها بقى وتطحنيها كويس جدا. بعد ما طحنتها كويس جدا ده شكلها. هتجيبيها وتحطيها في طبق بقى، وهتضيفي عليها الاضافات اللي هقولك عليها، معلقة صغيرة من البن او القهوة، وهتضيفي عليهم معلقة صغيرة من زيت اللوز، بيتباع عند اي عطار، مغذي جدا للشعر، تقدري تجيبيه عشان تغذي بيه شعرك وكمان تعملي الخلطات بتاعتنا دي. وهتضيفي عليهم معلقة من زيت الزيتون، لو احتاجت معلقة من زيت الزيتون كمان هنضيف لها. زي ما احنا شايفين كده هي جاهزة معايا. تعالي اقولك بقى الخلطة الحلوة دي هتفيدك في ايه. الخلطة الحلوة دي بقى لتكثيف الشعر، تقدري تعمليها في اي مكان في شعرك كده بتحسي انه خفيف والشعر فيه مش كتير، هتعمليها مرتين في الاسبوع وهتلاحظي الفرق. وكمان الشباب اللي لسه دقنهم بتطلع، لو عندهم الدقن بتطلع خفيفة هيقدروا يعملوها مرتين في الاسبوع وهيلاحظوا الفرق. بجد النتيجة هتعجبكم جدا بحاجات موجودة في البيت وما تكلفتيش اي حاجة، قدرتي تعالجي شعرك وبمكونات طبيعية وموجودة في البيت. بجد النتيجة هتبهركم وأتمنى تجربوها. ضاع عمرنا واحنا بنرمي العلبة دي، بعد الفيديو ده مش هترميها وهتستغليها وتعملي منها حاجة هتنفعك جدا. هاتي شوكة وحطيها على عين البوتاجاز كده وسيبيها لغاية ما تسخن كويس جدا. بعد ما سبتها تسخن كويس جدا بقى، هاتي العلب اللي عندك دي بقى وتعالي اقولك هنعمل بيها ايه. هتجيبي الشوكة بعد ما سخناها على البوتاجاز كويس جدا وهتعملي فيها فتحات زي ما انا بعمل كده بالظبط. بعد ما عملت فيها الفتحات زي ما احنا شايفين كده بقى، كل اللي هتحتاجيه معلقة كبيرة كده من الملح، وهتضيفي عليهم اي معطر تكون ريحته قوية كده ونفاذة، زي دوني او اكسجين او اي حاجة عندك ريحتها كده نفاذة وقوية. هتجيبيها وتحطيها كده على الملح بتاعنا، وتعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. بالطريقة دي بقى هتستغلي العلبة وتحطيها تعطري بيها اي مكان عندك في الشقة. تقدري طبعا تحطيها في الدواليب، هتخلي ريحة هدومك كلها المعطر اللي انت حطاه. زي ما احنا شايفين كده هتاخدي العلبة زي ما هي كده وتحطيها فوق التلاجة او في المطبخ بتاعك او حتى في الدواليب، بجد هتشم ريحة تحفة جدا. اتمنى تجربوها لانها الفكرة بجد حلوة قوي. وتاني فكرة معايا، هاتي نص ليمونة، وطبعا الليمون دلوقتي رخيص ومتوفر دلوقتي في كل بيت. هاتي نص ليمونة وحطي عليها معلقة صغيرة من الملح زي ما انا بعمل كده، وتعالي اقولك بقى هنعمل بيها ايه. تعالي بقى على كل الحنفيات اللي استلس عندك او الحوض بتاعك، وادعكيهم دعكة بالليمونة والملح، بجد هتلاحظي الفرق. انت مش محتاجة اي حاجة ولا اي منظفات ولا اي حاجة، مجرد نص ليمونة وملح وهتحسي بالفرق.
بجد هتلاقيه بقى بيلمع، بص الاستانلس بقى زي الفل وبيلمع ولمعته حلوة قوي، اتمنى تجربوها. تقدري بقى تعملي الحوض الاستانلس بتاعك او اي حنفيات عندك استانلس، بجد هتلاقيها بتلمع ونضيفة وزي الفل كده. وتالت فكرة معايا، تعالي اقولك بقى ازاي هتقطعي كمية المكرونة كلها في وقت واحد ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص، زي ما احنا شايفين كده مش هتجيبي حبة صغيرة كده منها وتعمليهم، لا هتعمليها مرة واحدة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. كل اللي عليكي هتجيبي المكرونة بتاعتك وتحطيها في فوطة زي ما انا حطها كده، وتلفيها زي ما انا بلفها كده، وهتيجي بقى على حرف الرخامة بتاعك وتقطعيها، هتلاقيها اتقطعت بمنتهى السهولة. تقدري بقى تعمليها، تقدري تكسري المكرونة بتاعتك بقى الحجم اللي انت عايزاه، مجرد بس ما تحطيها على حرف الرخامة كده هتلاقيها اتكسرت بمنتهى السهولة وما خدتش اي وقت خالص. هوريكي دلوقتي، بصي زي ما احنا شايفين اتقطعت الحجم اللي انا عايزاه وما خدتش اي وقت معايا خالص، بجد الطريقة حلوة قوي، اتمنى تجربوها. حطي المكوى على الاكياس، بجد ربنا يبارك لصاحب الفكرة دي، بجد فكرة عبقرية ما جاتش على بال حد، بجد تسلم لصاحبة الفكرة دي. تعالي بقى وانا اقولك الفكرة دي بقى ايه. كل اللي عليكي لو عايزة تقفلي اي اكياس عندك زي ما احنا شايفين كده، هتجيبي الفوطة وتسخني المكوى بتاعتك، اهم حاجة تحطي الفوطة على طرف الكيس الاول كده، هتسخني المكوى بتاعتك وبعدين تطفي وهتمشيها على طرف الكيس كده، اهم حاجة تبقى محطوطة الفوطة الاول، وبكده هتقفلي اي كيس عندك بمنتهى السهولة وبطريقة حلوة قوي. هتمشي على الفوطة بتاعتك كده، وتعالي بقى شوفي ايه اللي حصل في الكيس. بصي بقى الكيس بتاعك اتقفل ازاي بمنتهى السهولة وما خدش وقت خالص. هتقدري بقى تقفلي كل الاكياس بتاعتك كده بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة جدا، اتمنى تجربوها لان الفكرة بجد حلوة قوي. ونيجي بقى للفكرة اللي بعد كده، لو عندك بقى السجادة بتاعتك متنية كده لفوق وبتكعبل اي حد يجي يمشي كده من عندها، تعالي اقولك بقى على طريقة حلوة قوي هتقدري تعمليها وترجعيها تاني من غير ما تبقى مرفوعة كده وتكعبل اي حد. كل اللي عليكي هتجيبي فوطة مبلولة وتبقي مسخنة المكوى بتاعتك، وتمشي بالمكوى على الفوطة المبلولة كده فوق السجادة وهتلاحظي الفرق. تعالي بقى شوفي النتيجة، بجد النتيجة تحفة جدا، تقدري تعمليها في اي سجادة كده مضايقاكي وبتكعبلك وانت ماشية، انا عملتها في المشاية بتاعت المطبخ وجابت نتيجة حلوة قوي. انت بقى تقدري تعمليها في اي سجادة عندك، بجد النتيجة هتعجبك جدا. بصي زي ما احنا شايفين السجادة اتفردت كده على السيراميك ولا فيها اي تانية ولا فيها اي حاجة، بتكعبل كده وانت ماشية واتفردت وكأنك لسه جايباها حالا. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاع النهارده، واتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.